بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وسلم. العلم هو المتحدث الرسمي دون ما صوت في جميع المحافل الداخلية منها والخارجية، فهو يقول بصمت: لدي العزة والكرامة والسيادة. فلتتفضل التلميذة آية إياد لتلقي على مسامعنا تحية العلم. أيها العلم، عش هكذا في علو أيها العلم، فإننا بك بعد الله نعتصم. جاءت تحييك هذا اليوم معلنة أفراحها بك، فانظر هذه الإمم. إن العيون قررات بما شهدت، والقلب يفرح والآمال تتسم. الشعب أنت، وأنت الشعب أجمعه، وأنت أنت جلال الشعب والعظم. فأنت عسى لمن عاش السعادة، وأنت مت ماتت الآمال والهمم. هذا الهتاف الذي يعلو فتسمعه، جميعا لك فاسلم أيها العلم. فلنعطر أفواهنا وأسماعنا بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم للتلميذة نور الزهراء علي من سورة الملك، فلتتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. الكثير منا لديه صديق يسير معه في دربه، والبعض منهم عدوا جزءا من العائلة والأسرة. في ضوء هذا الحديث تتفضل الست جنان طه تلقوا كلمة يوم الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم، السيد مدير المدرسة المحترم، السادة أعضاء الهيئة التعليمية المحترمون، أعزائي التلاميذ. كلمتي بعنوان الصداقة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله. الصداقة هي الوجه الجميل للحياة، وتبقيك مبتسما مهما أثقلتك الحياة، وتكون السند والعون واليد الحانية. والصداقة كنز ثمين جدا لمن يقدرها ويحافظ عليها. الصداقة صلة بين أشخاص يجمع بينهم الحب والتعاون والإخلاص والثقة المتبادلة، وتعتبر الصداقة من أسمى وأرقى العلاقات الإنسانية. ويحل الصديق محل الأخ، فهو نصفك الآخر الذي تتقاسم معه أفراحك وأحزانك، ويكون الصديق خزينة لأسرارك ونعمة من نعم الله عز وجل. والصداقة تحتاج إلى ناس يعرفون معنى الوفاء وليس المصلحة، كما أن الصداقة ليست بطول السنين بل بصدق المواقف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناءً على الجهود المبذولة من قبلكم في استخدام الوسائل التعليمية بشكل يفوق المعتاد لإيصال المادة إلى أذهان التلاميذ، وما تقدموه من أفكار ورؤى تضيف إلى المدرسة كل ما هو جديد، قررت إدارة المدرسة منحكم كتاب شكر وتقدير لجهودكم. وفقكم الله لخدمة هذه التلاميذ. فلتتفضل الست عبير أمين لتكريمها من قبل المدير أستاذ غازي. الرحمن الرحيم، اليوم تم تكريم الست عبير أمين معلمة اللغة الإنجليزية مدرستنا، وهذا التكريم
ما يرجع اعتباطا، إنما من خلال العطاء والإبداع المتميز اللي تقدمه المعلمة. وما يخفى عليكم إنه الدعم اللامحدود من الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بدعم كل العاملين من الكوادر، الكادر الساند والكوادر التعليمية في مجموعة مدارس التقدمية. نأمل أن يكون هذا التكريم حافزاً لبقية ملاك المدرسة بالعطاء ومن الله التوفيق.